غالب ابو حو لو حيلك بعد روح الله كريم عليك الله يعطيك الصحه والسلامه بعد روح الله يسلمك عينك انت عندك بس حوره ولا عندي حوراء وزهراء ام البنين واميره الله يحفظهم الله عندي اميره زهراء مريضه بالمستشفى عندها تضخم بالطحه لا اي والله تو جيت من المستشفى وجيت على مود الشغل كمل التحاليل وهاي عندي ثلاثه دخل عمليات يعني انت جيت هنا عفتها على مود تطلع لقمه العيش لقمه اليوم ايش عندها هي بالضبط قلت لي فقر الدم بحري عندها تضخم بالطحال والمراره هسه تعبانه راح اشيل المراره لا 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 يوم الثلاثاء جاي الله يعينك ويسعد قلبك والله يخليك شلون مكيف العيشه لعد مصرفها والبنات البقيه الحمد لله والشكر طلع مصرفي مصرف علاجي بنت لازم نستمر ولازم عندها هي لازم تخلي دم بس انا ما اخلي لها دم اخلي لها مثل فواكه رمان وبرتقال عصر عصر بالخلاط عندي واصبها يوميا الصبح وبالليل باستمرار من صارت لحد الان الله يسعدك اقطع علي هاي عيشتي خضره ايام موسم رطب شلون شغلك هنا؟ الحمد لله والشكر طلع مصرف بيتي بنياتك البقيه كبار؟ كبار عندي كبير حوراء مرحله ثانيه طب آه ما شاء الله ما شاء الله وعندي هذا الثالثه لا بالخامس ابتدائي شاطره من تفوقه وعندي ذيك بعد صغيره طفله ابو حوراء انت من يساعدك هنا بالشغل؟ والله انا بوحدي انا اجي اشتغل السلعه واجي السوق وابسط بيها زين انت قلت لي شغله قبل شويه هي. قلت لي انا اشتغل بالبسطيه يومين اي يومين ويومين ما اجي عفن لاخوي عفن لاخوي هو اخوي يجي يبدل واحد يبدل الثاني يعني انت حصتك بس يومين الباقي تعطي نصيب اخوك لاخوي هو لازم بعد ما في اثنين اخوان ابو اخوي عينه وتساعده وسعيده وساعده وهاي واحد يعين الثاني هو يجي يومين وانا اجي يومين الله يوفقكم ان شاء الله ويحفظكم وشاف بنيتك الله يرحم الله والديك احنا جينا هسه مرينا بالصدفه وشفناك الله يخليكم اهلا وسهلا راح اسالك سؤال تفضل وانطيك عليه جائزه الله يخليك الله يعزك وسهل كلش اي تفضل اريد ثلاث انواع من التمر برحي اي حلاوي ساير اكو قنطار كلش كابت لا هذا نعمه الله يخليك تفضل اخوي هاي جائزه الله يخليك قيمتها 250 الف اشكرك مشكور رحم الله ان شاء الله يشافي بنيتك الله يخليك رحم الله والديك ورزق وعافيه الله يخليك رحم الله والديك اهلا وسهلا بك